شلة شباب من اللي بيحبون قلبك، كلياتنا عايشين مع بعض وكلياتنا بنشتغل. هلا انا اذا دخلت على الشلة مجبورين نلاقي لك شغل، ومو حي الله شغل، شغل كتير مرتب بتطالع مصروفك منه وزيادة. نحن البطالة عنا ممنوعة. برافو عليكم. اهم شي بشلتنا محبتنا لبعض وولائنا لبعض، واذا صرت منا بدك تصير مثلنا، واذا فتت ممنوع تطلع، واذا قررت تنسحب رح تصير منبوذ من الجميع، لانه قرار دخولك انت رح تاخده، ما حدا رح يغصبك عليه. بس انت هيك لبكتني. بكره حتشوف انه كلياتنا ايد وحده. اذا ضاقت الدنيا فيك بتلاقي انه كل معك لحتى يفكوا ضيقتك، واذا فرحت بيفرحوا لفرحك اكثر منك، واذا زعلت صدقني بيبكوا عليك. هي اول مره بحياتي بسمع عن هيك شله. اول مره رح تجتمع بناس ما بيشبهوا الناس اللي بتعرفهم، ناس بيحبوك لشخصك، لمبادئك، لا تملق، لا زيف، لا دجل. نحن منحب نسمع موسيقى وقلنا موسيقانا الخاصة، ومنحب نرقص وقلنا رقصاتنا الخاصة، قلنا طقوس صدقني حتحبها. وانت حاسس انه انا ممكن اكون واحد منكم؟ كل شي عرفته عنك لحد هلأ بأهلك انك تكون واحد منا، بس بدك تفهم انه وضع الشلة عنا خاص، يعني كل شي منعمله قلنا لحالنا، ما بصير تحكي عنه برا. هيك انك عم تحكي عن منظمة سرية مو عن شلة، لانه إلها قوانينها. ليكون عندكم دستور كمان. قوانين هي دستور وما في حدا يخرقها، يعني مثل قوانين المجتمع اللي عايشين فيه، مع انه قوانينه كل يوم عم تخترق اكثر من الف مره. عنا ما بيصير. شو بك؟ ها؟ في شي يتحرك عندك بعنف؟ وفي شي يتحرك بس مو بعنف. انت لازم تعمل على حالك كنترول ربيع. مين شفت؟ عمة البنت اللي بحبها. كانت موجودة ولا هلأ فاتت؟ هلأ فاتت مع رجال. ليكن هدينك اللي قاعدين على هذيك الطاولة. غريب انه سمعتها بالحارة مثل المسك، تاريها مخباية بتيابها. اذا شفتها مع رجال بتكون صارت سمعتها زفت؟ مو لازم تعرف مين هذا الرجال بالاول؟ صح، بس مو مهم، هي المهمة. كيف يعني؟ هي المهمة لانها بمثابة الام للبنت اللي بحبها، هي اللي ربتها بعد ما مات ابوه وامه لخلود.